سادتي سادتي اهلا وسهلا بكم، هذا محدثكم زياد سنو مع هذا الفرح الجديد. اهلا وسهلا فيكم، واليوم مع شرح جديد. هالشرح هو عن برنامج لوجيك برو للماك مع فويس اوفر. قبل ما بلش بالشرح بدي بس اقول انه بحثت كتير بالانترنت علشان انه لاقي شروحات باللغة العربية، ولقيت انه ما حدا قام بهالمحاولة هيدي. فانا بشرفني بكل فخر واعتزاز انه قوم بهالمحاولة البسيطة بشرح يلي بعرفه، لانه هذا برنامج فعلا عملاق يعني، وما بتصور رح اقدر غطي كل شيء فيه لانه ما بعرف كل شيء فيه يعني الصراحة. فمن الاول كده هيك. بس كمان نقطة تانية رح اقولها هلأ، انه انا مش رح بلش مثل ما بالاول انه كيف بفتح اللوجيك وكيف بحط البروجكت وهيك، لانه هذه الامور سبق اني شرحتها على الجراج باند على الماك، وبهال المجال هيدا اتنيناتهم اللوجيك والماك بيشبهوا بعضهم. ف لو فاتك شروحات الجراج باند على الماك، انا عامل ثلاث دروس. ولو كمان فاتك شرح استخدام الماك كمان انا عامل درس، وكلهم هول موجودين على التشانل عندي هون. وهلا بنهاية الفيديو رح خلي لكم الرابط اللي بيوديكم رأسا على التشانل اللي عندي، وبتشوفوا كل الشروحات وكل أعمال الفنية. وبيسعدني تعليقكم وتواصلكم معي وتشجيعكم كمان، لأنه أكيد انطلب مني كمان برنامج اللوجيك كتير، فلذلك لح بلش هلأ فيه بالشرح. ويلا على اتكال الله، بسم الله. طيب كيف بدنا نبلش هلأ؟ سبق وقلت أنه بالجراج باند واللوجيك بيقدر واحد يعني يعمل تصدير من واحد للتاني، من التاني للواحد يعني امبورت. ها فانا رح اروح على الفايندر عندي هون. دوك فايندر بريس فايندر ريسنتس سايد بار انسايد بار ميوزك ميوزك اوت اوف فيرتيكال ايكون فيو اوديو جراج باند. هيدا جراج باند هون لانه بدي اجيب مشروع انا مشتغل عليه سابقا بالشروحات السابقه. ايكون فيو سوري سيمز تو بي ذا هاردست وومن وان اوف يا مصطفى. يا مصطفى هيدا هو. طيب كيف بدنا نعمل له هلا هذه؟ كيف بدنا نعمل له امبورت لللوجيك؟ في كذا طريقه. هذه اسهل طريقه، انه بروح كوماند VO shift M menu open open with open with. انا عم بنزل بالسهم. اوكي بعدين سهم يمين open with fetching ellipse app cleaner logic pro 10 logic pro 10. اوكي press logic pro 10 يا مصطفى. هلا بده ياخذ له شويه وقت لبين ما يحمل. الجهاز عندي هون يعني على وشك انه صار ايامه الاخيره طبعا، اشتغل كثير. اها ما شاء الله. طيب اوكي سيف از. هلا لما حمل بيفتح شاشه لوجيك بقول لي سيف وير، وين بدك تحفظه. اوكي سيف از يا مصطفى كونتنت سيلكت. طبعا ما لعب باسم المشروع، خليه هو ذاته. انا طبعا هذا بدي خليه شو مور اوبشن وير وير وين لوجيك وير. اها بلوجيك عال كتير منيح. انا هون بدي سيفه لانه هذا مفروض انه بيصير لوجيك بروجكت، مشروع لوجيك. بروح سيف اخر شيء على السيف.
Logic Pro 10 busy. يلا لبي ما يسيب. أو مرات بياخد شوية وقت لبيل ما. Press button. ها. أوكي. Tab your Mustafa. Tracks. Control bar. أوكي. طيب كتير منيح. نحن هلا هون صرنا ب الشاشة الرئيسية بلوجيك يلي مشابهة جدا للجراج باند حينما تفتح مشروع. Your Mustafa. False minimum. Close. فعما من الشمال لليمين عندك كلوز مينيمايز فول سكرين هذا اسم البروجكت كنترول بار هون الكنترول بار هلا حامر عليها شوي تانية في عنا هون لايبرري هو هذه هي مكتبه الاصوات كمان شبيهه بالجراج باند بس طبعا اكيد فيها اصوات اكثر هون التراكس والانسبكتر تبع اللوجيك بيفرع عن الجراج باند انه في اشياء كتير ممكن انك تتحكم فيها عن طريق الانسبكتر هذا اكتر من الجراج باند سمارت كنترولز والسمارت كنترولز كمان نفس الشيء بس انا ما بدي السمارت كنترولز عندي هون على الشاشة الرئيسية فشو بعمل بروح على الكنترول بار كنترول لايبراري كنترول بفوت عليها interact in control bar 24 inspector quick help unchecked من هون من الكنترول بار على فكره شو بدي بخلي يظهر وطبعا في شورت كاتس بدل ما فوت على الكنترول بار بس عم فرجيكم بشكل عام كيف inspector checked مثلا عندي الانسبكتور انا بحب دائما اخلي الانسبكتور موجود is checked library checked واللايبرري كمان فيني اخفيها بس موجوده library inspector Toolbar unchecked. Toolbar unchecked. أنا شيء لايدي. Smart controls checked. ها هاد هي. Smart controls check. أنا شو بعمل VO space unchecked أنا. Smart controls. خلاص. Checkbox. راحت. برجع stop interactive. Out of control bar. Okay. Library inspect tracks. بقى صرنا هون بالtracks. ماشي. One bar one beat one division one tick. طيب. بس هيك أعطيكم. لمحة صغيرة عن المشروع اللي كنا عم نشتغل فيه هيك نتفى هلا اليوم اللي بدي اشرحه مثل ما سمعتوا اكيد في شوية نوتات هيك مقلها عازية محطوطة بالبيانو هذه كلنا بتصير معنا مثلا نكون عمالي منعزف اصبعنا بينزل على المكان الغلط بيطلع نوتة بكذا وهيك بقى لح فرجيكم كيف لح اقدر صلح هلا او احذف هلا النوتات هيدي حالا فورا طيب اتفقنا انه هلا النوتات اللي ما لها عازية موجودة على البيانو تراك طيب مثل الجراج باند شو بنعمل بنروح على التراك هيدر تراكس هيدر بنروح بنفوت عليه 5 ايتمز تراك 4 فينجر ستايل بيس تراك 3 كلاسيك كلين تراك 2 بروكلين تراك 1 كلاسيك الكتريك بيانو اوكي اوت اوف تراكس هيدر كلاسيك الكتريك بيانو اوكي طيب. One bar, one beat, انا شو بدي اعمل بس لأتأكد مثلا بعمل له سولو لهالتراك هيدا Toggle channel strip solo 4 beats 4 divisions 105 tick four bars, four beats, two divisions, في هيدي هيدي نوتة هون منها مش لازم تكون طيب هلا الطريقه الاسهل انه اللوجيك هون بعده بيعرض لك النوتات كلها بطريقه غير طريقه السونار والايفنت فيو بالسونار بتبقى شويه صعبه خصوصا اذا كان عندك مشروع طويل مثلا شي 300 400 بار او 1000 بار وهيك يعني فهون شو بنعمل نحن انا بعرف تقريبا صرت
four bars, one beats, one على البار 4 اوكي 3 bars 4 beats 4 divisions 104 هيدي هي البار 4 بار 4 bars 1 beat 1 division 1 شو بعمل انا هون بعملها هيدي ريجن اوكي ف بعملها ريجن منها لحالها بيجي بضغط كوماند تي تو سبليت لحدد بداية الريجن برجع بالكوما لأنه بار وحدة بدي أنا فبروح على نهاية هالبار هيدي بياخدني على البار 5 كمان بعمل كوماند تي بعطيها مشان شو يصير سبليت ريجن أوكي طيب هلأ شو بنعمل بقى كيف بدنا نفوت على هالريجن بقى اللي حددناها يا شاطير منروح على شيء اسمه التراك كونتنتس ها تراكس كونتنتس لانه بعدنا نحن هون بالتراك اريا ف بنفوت انتراكت تراكس كونتنتس 6 ايتمز كلاسيك الكتريك بيانو هذه هي اول وحده لانه اول تراك هو جاي من فوق اول تراك انا مشتغل عليه بفوت عليها انتراكت ان كلاسيك الكتريك بيانو 4 ايتمز في كذا ريجنز هون زيرو زيرو طب كيف انا بقى بدي اعرف اي هي الريجن بيجي بضغط في او شيفت اتش شوف شو بقول لي ريجن ستارتس ات 1 بار 1 بيت 1 ديفيجن 1 تيك اند اندز ات 4 بارز 1 بي حلو كتير فبيحدد لي بقول لي هذا الريجن بلشت من بار 1 ديفيجن كذا كذا يعني انا اللي بهمني اكثر شيء هلا بالمرحله هيدي رقم البار الاولانيه طيب انا ما بدي هيدي برجع بدي اتحرك بين الريجينات الريجينات الثانيه الموجوده في او وارو هات لشوف شو هالريجين الثاني منين ببلش Region starts at 4 bars, 1 beat, 1 division, 1 take it ends at 5 bars, 1 beat. حلو هيدا اللي بديه بتذكر انه انا حددت وعملت كوماند تي مشان احدد بدايه الريجن على بار 4 وعملت رحت على البار 5 لحتى احدد نهايه الريجن بكوماند تي هيدي هي طيب انا هلا صرت واقف على الريجن المطلوب فيها شو بعمل هلا هون بفوت على شيء اسمه البيانو رول البيانو رول كمان هون فينا نعمل اشياء كتيرة فحنشرحها كلها بوقتها ان شاء الله لنفتحها لنفتح البيانو رول كوماند اف 4 يا مصطفى بيانو رول ويندو اوكي بيانو رول بيانو رول بيانو 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 رول بيانو رول فتنا عليها 5 ايتمز بيانو رول تايم رول انسبكتور بيانو رول كي بيانو رول بيانو رول هلا هون هيدي اخر وحده بقول لك بيانو رول بتفوت عليها ان بيانو رول 6 ايتمز نوتد 4 بار لوجيك برو 10 هون بقول لك النوتات اللي موجوده بهالريجن هيدي ومجموع هالنوتات هن 6 اوكي ف هلا انا شو بدي اعمل بفوت من الاول نوتد 4 بارز 1 نوتد 4 بارز 1 بي 3 ديفيجنز 1 تيك بي 3 بي 3 نوتد 4 بارز 1 بي 3 ديفيجنز 1 تيك اي ميوزك شارب ساين 3 نوتد 4 بارز 1 بيت 1 ديفيجن 1 تيك اي 3 نوتد 4 بارز 2 بيتس 1 ديفيجن 1 تيك اي 3 هلا هو بيعرضهم بطريقه شوي غريبه يعني بس انا عارف انه النوت اللي مش مظبوطه اللي مش لازم تكون هي البي 3 اللي هي بسلالمنا العربية هي السي سي بكار نوتد 4 بارز 2 بيتس 3 ديفيجنز 1 تيك جي 3 نوتد 4 بارز 3 بيتس 1 ديفيجن 1 تيك اف 3 نوتد 4 بارز 3 بيتس 1 ديفيجن 1 تيك اف 3 نوتد 4 بارز 3 نوتد 4 بارز 1 بي 3 ديفيجنز 1 تيك بي 3 هذه هي اول وحده لحسن الحظ بقى شو بعمل انا بضغط باك سبيس عليها خلاص راحت نوتد 4 نوتد 4 بارز 2 بيتس 1 ديفيجن 1 تيك اي 3 نوتد 4 بارز 2 بيتس 3 ديفيجنز 1 تيك جي 3 طيب هيك بس نتسمع 4 بارز 1 بيت 1 ديفيجن 1 تيك 3 بار 2 بارز 4 بيتس 4 ديفيجنز 105 تيكس 5
5 bars. يا سلام. راحت خلاص هذه النقطة اللي ما بدنا إياها راحت. أوكي. نطلع من البيانو رول منسكره. Human staff tracks window. لأنه في كمان عندي نوتات تانية في مكان ما. هم نرجع عم نسمع من كمل محلنا. 4 bars 4 beats 4 divisions 201 takes. Six bars, four beats, three divisions, هون كمان في بار 6 6 bars 4 beat 1 division 1 take 5 bars 4 beats 4 divisions 1 6 5 bars 4 bars 4 beats 4 divisions 105 takes 6 bars 1 beat 1 هذه ببار 6 في 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 2 اوكي كمان نفس الشيء بحدد له الريجن كوماند تي 7 bars 1 beat 1 division 1 take انه بدي بس هذا البار اللي انا اشتغل فيها Zero, zero. Classic region starts at one bar. Zero. Classic region starts at four bars, one beat. Zero. Region starts at five bars, one beat, one division, one tick, and ends at nine bars, one beat, one division, one to zero. Classic electric again. Region starts at 17 bars. Zero, zero. هو مرات شوي بغلبط يعني. Region starts at four bars, one beat, one division, one tick, and ends at five bars, one zero. Region starts at 5 bars 1 beat 1 division 1 tick and ends at 9 bars 1 beat 1 division 1 tick طيب أنا شو بعمل هون لحتى لي ريح حالي برجع بروح out of tracks contents tracks header على tracks header in tracks header 5 item بوقف على الكلاسيكال بيانو بدي أعملهم كله region واحدة track to Brooklyn Track one classic رجعنا لإلهاك بسنا جاي to join region to join regions هذا بيعمل لك كل regions بيرجع بيعمل لك إن join بيصيروا region واحدة بس أكيد بيكون معها النوتة اللي نحنا ما كنا عايزينها بال region 4 يعني أكيد out of tracks contents رجعنا tracks contents شوف in track Brooklyn classic in classic electric piano zero classic electric piano خلاص هذه هي صارت ريجن واحدة طيب أنا شو بعمل هلا؟ 6 bars 1 beat 1 division لأنه بعرف هي على 6 bars أوكي command T 7 bars 1 beat 1 division 1 كمان ها 0 صاروا عندي 3 regions region starts at 6 bars 1 beat 1 division 1 take and ends at 7 bars 1 beat هيدي اللي مطلوبة طيب كمان برجع piano roll Yumu staff. Piano roll. Piano roll. Piano roll. Piano roll time inspector. Piano roll keyboard. Piano roll. Piano roll. In piano roll. Six items. Note of six bars. One beat. Three divisions. One tick. C4. Logic Pro 10 has need note of six bars. One beat. Three divisions. One tick. C4. فهون أنا عمالي بسمع أسامي النوتة. أنا عارف إنه هي ال B اللي ما بدي إياها. حفتش عليها. Note of six bars. One beat. Three divisions. One tick. B3 هذه هي B3 ما بدي اياها يلا backspace الله والنبي معك note of 6 bars 1 beat 1 division 1 tick A music sharp sign 3 هذه بدنا اياها note of 6 bars 2 beats 1 division 1 tick A music sharp sign note of 6 bars 2 beats 3 divisions 1 tick A3 note of 6 bars 3 beats 1 division 1 tick G3 note of 6 bars 3 beats 1 division 1 tick G3 note of 6 bars 3 beats 1 division 1 tick G3 note of 6 bars 3 beats 1 division 1 tick G3 note of 6 bars 3 beats 1 division 1 tick G3 note of 6 bars 2 beats 3 divisions 1 tick A3 note of 6 bars 2 beats 1 division 1 tick A music sharp note of 6 bars 1 beat 1 division 1 tick A music sharp sign 3 note of 6 bars 1 beat 3 divisions 1 tick C4 note of 6 bars 1 beat 3 divisions 1 tick C4 out of piano roll طيب اوكي نسمعها 6 bars 1 beat 1 5 bars 1 beat 1 division 1 tick 4 bars 4 beats 7 bars 6 bars 1 beat 1 division 5 bars 8 bars 4 beat 8 bars 1 beat هون في كمان وحده 7 bars 4 beats 4 divisions 108 bars 1 beat 7 bars 4 beats 4 divisions 105 ticks 9 8 bars 7 6 bars 4 7 8 bars 1 beat 1 division 7 bars 8 8 bars 1 beat 1 division 1 8 bars 9 bars 1 beat 1 division 1 bars command T حددناها piano roll طلع من البيانو رول piano staff track 0 0 0 classic elect region starts at 7 bars 0
Region starts at 6 bars 1 beat 1 division 1 tick and ends at 7 bars 1 beat 1 division 1 tick. طيب كمان نرجع نفس الخطوة. Out of tracks contents. Tracks header. Tracks header. Track 2 Brooklyn. Track 1 Brooklyn. نرجع نجمع الريجنز لسبب يعني ما بعرف ليش عم بيعمل معها هيك بس دائما في حلول يعني. هاي رجعنا عملنا لها join. Out of track. Tracks contents. Tracks contents. Tracks Brooklyn. Classic electric in classic electric piano. Zero. Classic رجعت region واحدة. 10 bars, 9, 8 bars, 1 beat, 7 bars, 4 beats, 4 divisions, 1, 8, 8 bars, 1 beat, 1 division, 1 8 bars, 9 bars, 1 beat, 1 division, 1 take. كمان تي 2. نرجع هون. Zero. 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 Class region starts at 8 bars, 1 beat, 1 division, 1 take and ends at 9 bars. هاي دي الريجن اللي بدناها. نرجع نفتح البيانو رول كوماند F4 بيانو رول بيانو بيانو رول ان بيانو رول انسبكتور بيانو رول كيبورد بيانو رول ان بيانو نوت ات 8 بار نوت ات 8 بارز 1 بي 3 ديفيجنز 1 تيك بي 3 لوجيك برو 10 هاز نيو ويندو هادي كمان البي 3 ما بدي اياها شلتها باك سبيس نوت ات 8 بارز 1 بي 3 ديفيجنز 1 تيك اي ميوزك شارب نوت ات 8 بارز 1 بي 3 ديفيجنز 1 تيك اي ميوزك شارب نوت ات 8 بارز 1 بيت 1 ديفيجن 1 تيك A3. Note at 8 bars 2 beats 1 division 1 tick. A3. Note at 8 bars 2 beats 3 divisions 1 tick. G3. Note at 8 bars 3 beats 1 division 1 tick. F3. Note at 8 bars 3 beats 1 division 1 tick. F3. Okay. Out of piano roll. Out. خلصنا من هون. بنطلع من ال بيانو بيانو رول. وخلينا نطلع من الريجنز هون بالمرة. هات لنسمع من أولها. Four beats, four division. Eight bars, four beats, two division, 127 ticks. هلا في شغلة تانية كمان لاحظتها. 8, 6 bars, 1, 5 bars, 4 beats, 4 divisions, 1, 6, 6, 5 bars, 1, 4 bars, 4, 5 bars, 6, 5 bars, 1 beat, 1, 4 bars, 5, 4 bars, 1 beat, 5 bars, 1 beat, 1. بأول بار 5 طالعة واحدة من النوتات يعني نايصة شوي مش بالمستوى المطلوب طيب اوكي انا شو ممكن اعمل برجع 5 bars 1 beat 1 division 1 take برجع كمان كوماند تي لحتى احددها لانه بدي احدد لهون الفيلوسيتي 4 bars 4 beats 4 5 bars 3 beats 1 division 43 ticks هات لنشوف tracks in tracks tracks in tracks time root tracks header in tracks header out of tracks content in tracks contents brooklyn classical in classic electric piano 3 item zero classic region starts at 1 bar 1 beat 1 division 1 tick and ends at 8 bars 1 beat 1 division out of classic electric piano okay. out of track tracks header in tracks header track 2 brooklyn track 1 نرجع نعملها join regions هذا للاسف هيك يعني بس بتحملونا معلش مش الحال out of tracks contents هلا in track brooklyn classic in classic electric piano zero classic electric اوكي نرجع نحدد الريجن اللي بدنا نشتغل فيها 6 5 bars 1 beat 1 division 1 tick 5 bars 1 beat 2 divisions 5 bars 1 beat 3 divisions 5 bars 1 beat 4 divisions 1 tick 5 bars 2 beats 1 division 1 tick حددنا كمان ريجن كوماند تي Brooklyn classic electric in classic electric piano 3 items 0 0 Classic region starts at 5 bars 1 beat 1 division 1 tick and ends at 5 bars 2 beats 1 division 1 يلا, tick piano mini roll. Region a container for note and you must have piano roll piano roll piano roll in piano roll inspector piano roll key piano roll in piano roll two items note at 5 bars 1 beat 3 divisions 1 tick A3 note at 5 bars 1 beat 1 division 1 tick F3 هيدي هي ال F3 الفا اوكي بوقف عليها برجع بطلع من هون يعني بدي اعمل فوكس عليها بطلع من ال out of piano roll piano roll keyboard وبروح inspector. على الانسبكتر in inspector 16 items time quantize classic actually piano roll
بس بدي شوف الفيلوسيتي تاعتها هيدي. اوكي نحن قلنا انه الاف 3 هي النوتة اللي شوي واطية فرحنا على الانسبكتر لانه وقفنا عليها بالبيانو رول هونيك ومنفتش على الفيلوسيتي تاعت هالنوتة هيدي بالتحديد اللي هي الاف 3 1 slash q strength 100% 100 swing 0 scale going off major q velocity 68 velocity. اه في فرق واطي كتير فانا هي على 68 بعمل انتراكت هذا سلايدر اوكي بعدين بالفي او والسهم 78 عم بيطلع 10 10 88 عم بيطلع 1 1 عفوا على 10 10 شو عم بحكي انا والله اليوم تعبان شوي كان امبارح شوي شاق وطويل 98 اوكي هلا هي انا بدي اياها قول على ال103 بيجي بكبس شيفت مع في او وبتحرك بالسهم اليمين ها وحده وحده 99 99 100 101 101 102 102 103 خلص ها سمعك اياها 5 bars 1 beat 1 division 1 4 bars 1 beat 1 3 bars 4 beats الله 8 bars 4 beats 1 division 217 كتير منيح هلا مشي حاله اوكي انا شو بدي اعمل هون لانه بعرف انه في مكان ما بالجراج باند عملت لها كوبي لهالريجن وعملت لها بيست بعد الكلارينيت اوكي ف يومو ستافا بيانو رول اوكي اول شيء بسكر البيانو رول يومو ستافا تراكس ويندو برجع اوت اوف كلاسيك الكتريك بيانو اوت اوف تراكس هيدر على التراك هيدر ان تراكس هيدر تراك 2 بروكلين تراك 1 كلاسيك الكتريك جوين ريجن اوكي هلا بدي روح هات لشوف وين هون رح افتح توجل جانل ستريت سولو 17 بارز 1 16 بارز 4 بيتس 40 17 بارز 16 بارز 15 بارز 4 بيتس 4 ديفيجنز 105 16 بارز 17 بارز 1 بيت 1 ديفيجن 1 تيك اوكي هي هون ب 17 بار لمحل ما هي معاده مره تانية لانه عملنا لها جون صار كلها ريجن وحده فهلا بدي ارجع انا احدد ريجن وهيدي هي ال 17 بار من ال 17 بار الى 22 بارز 21 بارز 4 بيتس 24 بارز 4 بيتس 25 بارز 23 بارز 22 بارز 4 بيتس 4 ديفيجنز 25 بارز 1 من 17 ل 25 إيه معلش أنا آسف شغلي بدها شوية تركيز يعني بس يا رب تكون الفكرة واضحة طيب منفوت بقى track 2 Brooklyn track 1 classic track 2 Brooklyn track 1 classic track 1 classic نحن هون بالكرة out of track tracks contents track contents okay six items classic electric piano in classic electric piano classic electric two piano items. zero clap zero zip zip zero Classic region starts at 17 bars 1 beat 1 division 1 tick and ends at 25 bars 1 beat 1 division 1 شايف كيف صارت هذه region لحالها يلي من عادي مرة تانية بس بالغلط يعني كيف بالغلط بالنوتات اللي كانت لسه بعدها مش مصلحة نتذكر احنا ايام بالجراج باند عملنا لها كوبي للريجن اللي هي من الاول محل ما القرار يعني او المذهب عفوا المذهب فرجعنا عملنا له بيست هون كان لسه لانه مصلح ولا شيء انا بكل بساطه هلا في او ام منيو بار لوك فور اديت للاديت بيست 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 ديليت 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 اوكي
خلاص راحت هالريجن. طيب أنا بدي أرجع أرجع الريجن الصحيحة. يلا على هذه لأنه أساسا ما بقى في غيرها. كوبي كوماند سي. The lower edge is to resize, and the upper right edge to loop. Use the tools to perform other edits. Copy. هلا 26 22 20 bars 9 8 17 bars 17 1 division 1 paste. شوف سمعها كلها كيف صارت. فمعناتها أنا حبيت أنا أنه سمعك إياها كلها لفرجيك قصة الكوبي والبيست وقصة النوتات اللي تحذفت يعني ما عادت موجودة أبدا، بس ليكون الفكرة واضحة تماما لحضرتك. طيب أنا وعمي بسمعها كمان انتبهت انه في بالكلارينات تراك كمان هيك في كم نوتة بدنا نسوي لهم الفيلوسيتي تاعتهم نقويها شوي. اوكي هم اثنين مش مشكلة، بس كمان هيدا ممكن يوضح لك فكرة البيانو رول والفيلوسيتي اكتر. Zero. طيب. Out of classical electric. Out of tracks context. نطلع من track context. Track header. نروح على الكلارينيت track. Track one classic. Track two broad. Track three classic. Track four fingers. Track five clarinet solo. Clarinet solo. Out of tracks context. Okay. In track Brooklyn clapping clarinet solo. بس أشوف كم region هون في. Area below clarinet solo. In clarinet solo. Zero. Clarinet solo. Okay. كتير ميحكي عندي region واحدة بس يعني. فهذا بيوفر علي كتير. 10 bars 1 11 bars 10 bars 9 bars 8 bars 4 beats 4 divisions 5 takes 10 9 bars 1 beat 8 bars 7 bars 4 beats 4 divisions 1 10 9 bars 1 beat 1 division 1 take لأنه البقية من العشرة وطالع 10 bars 1 beat 9 bars 1 beat 9 bars 1 beat 1 division 1 take. أوكي يلا. Area below tracks clarinet solo in clarinet 0 0 0 0 clarinet region starts at 9 bars 1 beat 1 division piano one roll take. F4 command F4 division 1 take midi region Yumu Mustafa piano roll in piano roll to inspect piano roll keyboard piano roll in piano roll 44 items notes at 10 bars 1 beat 3 divisions 1 tick E4 Logic Pro 10 has new window note at 14 bars 1 beat 3 divisions 1 tick E4 note at 10 bars 1 beat 3 divisions 1 tick E4 note at 16 bars 4 beats 1 note at 15 bars note at 12 bars 4 beats 1. هلا مثل ما قلت انا انه بيعرضهم هون بطريقه شوي غريبه، بس انا عارف انه النوتات اللي بدي اياها out of piano roll مش من staff 0 0 0 0 clarinet region starts at 9 bars 1 beat 1 division 1 tick and ends at 17 bars 1 beat 1 division 1 tick MIDI region a container for note and controller events drag the middle to 0 clarinet region starts at 9 bars 1 0 clarinet region starts at 9 bars 1 beat 1 انا اسف ما عمل ريجن لسبب، خليني
انه ارجع اعمل لها جوين مع انه هي ريجن وحده. Out of clarinet solo. معلش سامحونا. Out of tracks content. Tracks header. In tracks header. Track 4 finger style bass. Track 5 clarinet solo. هاي دي جوين. Out of tracks header. Track tracks content. In tracks content. Brooklyn area below track clarinet solo. اوكي. 10 bars, 9 bars, 1 beat, 1 division, 1 10 bars, 1 beat, 1 division, 1 tick. بتصير بتصير. Area below clarinet and clarinet 0. Clarinet region starts at 9 bars, 1 beat, 1 division, 1 tick and ends at 17 bars, 1 beat, 1 division, 0. Clarinet solo. Region starts at 9 bars, 1 beat, 1 division, 1 tick and ends at 17. Out of clarinet solo. هيا مش عارف ليش عم بيصير معي هيك بس انا لحتين بتعرفوا انه بجد المسألة بدها كتير 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 تركيز يعني انه قديش واحد بيكون مثلا عنده خبرة بهالامور هيدي وبيشتغل فيها وهيك بس بتحصل مرات امور انه area below tracks clarinet solo ما بتكون بايده out of tracks contents tracks header هلا انا اكيد tracks header 5 items track 5 clarinet solo يحيى out of tracks header clarinet solo toggle channel strip 9 bars 4 beats 4 divisions 110 bars 4 beats 1 division 210 bars 9 bars 1 beat 8 bars 4 beats 4 divisions 109 bars 1 beat 1 طيب. division 1 okay. tick نرجع ها 10 bars 1 beat 1 division 1 tick tracks contents in track brook clarinet solo in clarinet solo 0 clarinet solo ما بعرف لسبب من الأسباب ما عم بيرضى إنه يعمل split regions ماشي الحال ما مشكلة إحنا عم نرجع 3 4 عم نفتح لبيانو رول يمو ستاف بيانو رول in piano roll 5 items piano roll ledger piano roll inspector piano roll in piano roll 44 items logic pro 10 هلا انا عارف ان هي النوتة اللي بدي اغيرها بالبار 9 اوكي حامشي فيها وحده وحده نوتة 15 bars نوتة 12 bars 4 beat نوتة 12 bars 12 bar نوتة 12 bars 4 نوتة 15 bars 1 beat 3 شايف يعني طلع من 12 لل 15 نوتة 15 bars نوتة 16 bars نوتة 16 نوتة 16 نوتة 16 نوتة 16 bars انا عم بمشي بالفي او والسهم لاوصل على البار 9 نوتة 16 bars نوتة 16 نوتة 6 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 نوتة 16 نوتة 6 نوتة 6 نوتة 6 نوتة 6 نوتة 6 نوتة 6 نوتة at 6 notes 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 at 16 bars لانه فيها شي حوالي 44 نوته هالريجن كلها فمشان هيك عم تاخذ معنا شوية وقت notes at 60 notes at 16 notes at 6 notes at 6 notes at 6 notes at 16 notes at 60 notes at 6 notes at 6 notes at 6 notes at 6 notes at 60 notes at 16 notes at 16 notes at 16 notes at 60 notes at 6 notes at 60 notes at 60 notes at 16 notes at 60 notes at 16 bars 4 beats 1 division 1 tick notes at 16 bars 4 beats 1 division 1 tick f3 Note at 16 bars 4 note at 10 bars 1 beat 3 divisions 1 tick e4 note at 10 bars 1 note at 10 bars 1 note at 10 bars 1 note at 14 bars 1 beat note at 10 bar note at 10 bar note at 14 bar note at 10 bar note at 10 bar note at 14 bar note at 14 note at 9 bars 3 beats 1 division 1 tick c4 هايدي يعني واخيرا وصلنا لانه هذه اول نوته بالبار 9 بنروح على انسبكتر out of piano roll keyboard inspector in inspect 1 slash q strength 100 plus 100 swing 0 plus 0 scale quantize off major q velocity 98 velocity in slider يا على 98 لح عليها 108 118 خليها 118 out of slider okay out of inspector طلعنا من الانسبكتر نشوف شوف piano roll keyboard piano roll لانه بعد في عندي كم شي نوتين ثلاثه بالبار 9 بدهم شغل in piano roll 44 items note at 9 bars 3 note at 9 bars 4 beats 1 division 1 tick c4 اها كمان هذه النوت 9 بار يعني كذا ببار 9 out of piano roll inspector نفس الحكي in inspector 101 1 velocity Velocity 101 اوكي فممكن انا 101 velocity q velocity 101 in slide 111 115 118 كمان سويت على ال 118 عم بتحرك انا هون وحده وحده بالفي او والشيفت out of slider واقف انت رايت out of inspector
Piano, piano roll. اطلع شوف شو بعد في عندي هون. 44 items. Note at 9 bars. Note at 10 bars. Note at 10 bars. Note at 10 bars. Note at 13 bars. Note at 13. Note at 13. Note at 13 bars. Out. تقريبا خلص. فإنه هادي هيك هادي الفكرة يعني. 9 bars, 1 beat, 1 division, 1 tick. 8 bars, 4 beats, 4 divisions, 105 ticks. 10 bars, 1, 9 bars, 1 beat, 8 bars, 4 beats, 4 divisions, 105 ticks. 10 bars, 1, 9 bars, 1 beat, 1. يعني هي عليت شوي بس مش مزبوط. طيب انا برجع نفس الحكاية ها. Piano roll. Piano Mustafa. Piano roll. يعني بعدني بالبيانو roll. Piano roll. Piano roll. In piano roll inspector. Piano roll. Piano roll. In piano roll. Note at 13 bars. Note at 13. Note at 13. Note at 13. Note at 10 bars. Note at 9 bars. Note at 9 bars. 3 beats. 1 division. 1 tick. C4. Note at 9 bars. 4 beats. 1 division. 1 tick. C4. Note at 9 bars. 3 beats. 1. Note at 14 bars. 2 beats. 1. Note at 9 bars. 3. In note at 9 bars. 3 beats. 1. Move right. Move left border. Out of note. Note at 9 bars. Out of piano roll keyboard inspector. In inspect 1/60Q. Strength. 118, 118, velocity, 100, in slider, 119, 127, okay. Out of slider, out of in piano roll keyboard. علقت على الأخير. Piano roll. Piano roll, in piano, note at 9 bars, 4, note at 9 bars, note at 9 bars, out of piano inspector, in inspector, 100, 118, in slider, 127. Out of slider. هات لنشوف يا رب. 8 bars, 1 beat, 1, 7 bars, 4 beats, 4 divisions, 105 ticks. Bars, four beats, three divisions, 68 يعني ticks. الحقيقة مش عارف شو صاير معي هون بس تقريبا هذه هي الفكرة يعني انه هيك بتضبط الفيلوسيتي من هون. Out of inspector. وبرجع دائما انا بكرر يعني التكنولوجيا وقت اللي بتشتغل وقت مثل ما هو مفروض بتكون كتير 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 حلوة. مرات وقت يعني لسبب ما من الاسباب غير الله ما حدا بيعرفه بتقرر هيك تلعب معك فبتقرر ان تحرجك قدام الجميع. فبالتالي انا اسف على اي احراج بس مش هذا موضوعنا. موضوعنا انه هيك الفكرة بتصير يعني. طيب لحد هون بينتهي شرحنا اليوم الاول لبرنامج اللوجيك برو 10 مع الماك على الفويس اوفر. يا رب تكونوا استفدتوا منه. يا رب تكون الفكرة وصلت بوضوح. أنا دايما موجود حتى لإطلاق تفاعلكم وتعليقاتكم على التشانل تاعيتي اللي حخلي لكم الرابط المباشر لإلها بالوصف تبع الفيديو. وبالتالي كمان بدي أقترح عليكم إنكم تشتركوا ب قناة Modern Blind Tech على اليوتيوب لأنها بتحتوي على برامج كتير كتير موسيقية وشروحات كمان للمكفوفين. في عنا كمان مجموعة واتساب موجودة كمان كل الأساتذة موجودين حتى ليطلقوا أسئلتكم واستفساراتكم. وأنا كمان موجود هناك كمان لنفس السبب لأطلق استفساراتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم. وأكيد كمان لححط الرابط المجموعة الواتساب كمان بالفيديو هون بالوصف الفيديو يعني. وتحياتي لكم جميعاً.